غبت عنك انا اخر جولتين واخر ثلاث جولات والكلام بتاع الدبل الكبير بتاع الموسم، افتكرت ان مبقاش في حاجه ثانيه خلاص، بس لا احنا موجودين ومكملين فتره انقطاع وهنتكلم عن حاجات كتيره في الجوله الاخيره من فانسي البريمير ليج. ازيكم يا شباب واهلا بيكم في حلقه جديده واخيره من موسم فانسي البريمير ليج 2021-2022. غبنا في اخر جولتين او ثلاث جولات بسبب حاجات كده، ولكن احنا موجودين ومكملين مع بعض. التجربه دي بدات في الجزء الاخير من الموسم، بدانا نجرب ونشوف هنحاول ازاي نوصل لشكل وهيكل واضح للبرنامج. الجوله الاخيره هي جوله دايما للتسليه، ودايما اغلب الناس لو انت ما بتنافسش على مركز مهم بتلاقي نفسك بتتسلى وبتحاول تطلع كده حاجات مختلفه، وده اللي جايين نتكلم فيه النهارده. وما باذن الله مع رجوع التحضيرات للموسم الجديد في اول او في نص شهر 7 هنكون موجودين اكثر قوه بشكل منتظم زي ما احنا موجودين في الطبيعي. خلينا نتكلم في الجوله دي باذن الله عن ثلاث حاجات سريعا جدا: مين اللي لسه عنده شيء يلعب عليه في الموسم ده او منتظر منه يظهر بشكل قوي، وايه الماتشات اللي ممكن تفتح سكور، انما الجوله الاخيره يبقى فيها سكورات غريبه ودايما الناس بتحاول تستنفع منها، مين اللعيبه اللي ممكن تبقى بره الصندوق تحاول تفكر فيها، واخيرا كما اعتدنا الدريم تيم. فلو انت على فيسبوك تشجع تعمل لايك وتعمل شير، لو انت على يوتيوب اعمل سبسكرايب واشترك في القناه، على تويتر اعمل لنا ريتويت، وتعالى كده نتكلم شويه في الجوله الاخيره جوله التسليه في الدوري الانجليزي. اول حاجه، مين لسه عنده دوافع او حاجه في الدوري ينافس عليه؟ طبعا احنا بنتكلم هنا ما قبل مباراه ليفربول وساوثامبتون، ما قبل ارسنال ونيوكاسل ما يلعبوا مع بعض، فحاجات لسه تترتب، ولكن متوقع ان سيتي وليفربول هينافسوا على الدوري للجوله الاخيره الا اذا حصل شيء كبير جدا وليفربول اتغلب قدام ساوثامبتون، فمش هيكون ليه دافع في اخر مباراه. فاول حاجه سيتي وليفربول من اجل الدوري. سيتي بيلعب في ملعبه قدام استون فيلا، وليفربول بيلعب في ملعبه قدام ولفرهامبتون، واعتقد ان الفريقين لو هما الاثنين نازلين محتاجين المكسب هينزلوا يحاولوا دايما ينتصروا او يخلصوا الموضوع ده من بدري عشان لما الموضوع بيتاخر بيبقى فيه مشكله. فلعيبه سيتي وليفربول لو هي عندك ما تتخلاش عنها، بالذات اللعيبه الهجوميه. اللعيبه الدفاعيه واتكلمنا قبل كده عن ان سيتي في النهايات مع كمان الاصابات اللي بتحصل في خط الدفاع، فوارد جدا ما يكونش فيه نفس القدره على الحفاظ على الكلين شيت اللي كانت موجوده قبل كده. فلو انت عندك حد في الناحيه الهجوميه خليه معاك، في الدفاعيه ممكن تفكر في القصه دي شويه. عندك كمان منافسه مستمره ما بين ارسنال وتوتنهام على التوب فور. ارسنال بيلعب ايفرتون اللي هو وارد يكون ضمن بقائه لما يجي الجوله الاخيره، لو وارد ما يكونش ده حصل على حسب ماتشه يوم الخميس، وده هيكون مؤثر بشكل مباشر على سير الماتش يبقى عامل ازاي. ايفرتون لو ضمن البقاء اعتقد ان هو هينزل مش عايز حاجه من الدنيا بالبلدي كده، فهينزل ما يحاولش ان هو يقدم حاجه، وبالتالي هيكون المباراه اسهل سنه لارسنال. ايفرتون لو محتاج نقطه من اجل البقاء فهيبقى الموضوع مختلف 180 درجه. توتنهام بيلعب نورويتش، وهنا الموضوع مركب، نورويتش خلاص هبط تماما، فالموضوع فروض او المتوقع ان توتنهام هينزل يكسب باكبر عدد ممكن من الاهداف، ماتش هيكون مفتوح. سون كمان ومنافسته مع محمد صلاح على لقب الهداف، فسون وصلاح الاثنين هيبقوا داخلين اخر مباراه بدوافع قويه جدا، سواء صلاح سجل قدام ساوثامبتون او غاب وده المتوقع بسبب الاصابه، فهيكون الجوله الاخيره الفرق ما بينهم جون واحد بس، والاثنين عايزين يوصلوا للقب الهداف. عندك ايفرتون وليدز يونايتد وبرنلي، الثلاثه اللي منهم مش هيكون ضمن البقاء، ماتشه الاخير ممكن يكون حاسم في الموضوع ده. ليدز بيلعب برينتفورد، وبرينتفورد بالمناسبه في عداوه ما بينه وما بين ليدز يونايتد، وبالتالي فهتلاقي لعيبه برينتفورد عايزه تهبط ليدز، جمهور ليدز بيكره جدا توماس فرانك مدرب برينتفورد. عندك كمان ماتشات في المتناول بعيدا عن الناس دي كلها، تشيلسي بيلعب في ملعب واتفورد اخر ماتش في الموسم في ستانفورد بريدج، المفروض يكون احسن وداع ما قبل النهايه، يعني الفريق مش محتاج حاجه ولا عنده حاجه في الدنيا، فاللي هيكون سليم فيهم هيلعب. اعتقد حد زي جيمس، حد زي ميسون ماونت، حد زي روميرو لوكاكو ممكن يكونوا مهمين. عندك ليستر سيتي كمان فاق هجوميا، بيلعب ساوثامبتون فرقه دايما في النهايات بتبقى مفيش خالص طالما ضمنت البقاء، بتلعب كمان بره ملعبها فما بتستناش منها كتير، فممكن ليستر تحاول تريسك بحد من الناس دي لو هم لسه مش عندك، لو عندك خليهم معاك، لو انت بتلعب فري هيت للجوله الاخيره وبتحاول تفتكس كده فممكن يكونوا معاك. عندك كمان منافسه كده على الضيق صغيره كده ما حدش واخد باله منها، ويست هام ويونايتد، واحد فيهم يروح الدوري الاوروبي والتاني يروح دوري المؤتمر. ويست هام بيلعب برايتون ويونايتد بيلعب كريستال بالاس، ويست هام محتاج يكسب ويستنى ان يونايتد يتعادل او ما يفوزش يعني عشان يصعد عليه دوري اوروبي، ويونايتد يروح دوري المؤتمر. من يونايتد الصراحه مفيش حد ممكن تعتمد عليه الا رونالدو وغالي بصراحه. الناحيه الثانيه ممكن طبعا تكمل مع جارود بوين، فدي كده ابرز الدوافع اللي هتكون موجوده في الجوله الاخيره بالنسبه للعيبه. طيب لو انا عايز ابص على لعيبه ديفرنشيال او يعني بعيده شويه الحاجات الافتكاسات بتاع اخر جوله دي، ممكن ابص على مين؟ خط الدفاع رقم واحد بالنسبه لي هو رايان سيسينيو من توتنهام. الراجل دايما بيزيد ودايما موجود بشكل هجومي كويس،
بونص ماجنت، بياخد بونص كويس، بيعمل اسيستات ممكن جدا تلاقيه بيشوط وبيجيب جون، سعره كمان قليل. فلو انت بتلعب فري هيت وعايز تضم مجموعه من البيج هيترز في فريقك قدام، فدول ممكن يكونوا المنفذ بتاعهم ان انت تجيب رايان سيسيليو. لو انت حابب او عندك ثقه في دفاع السيتي، فدلوقتي حد زي زينشينكو سعره 5.3 قليل قوي بالنسبه لمدافعين السيتي. وان كنت انا برده ما افضلش قوي قصه مدافع من السيتي في اخر الجوله دي، ان اي حاجه ممكن تحصل. عندك كمان لويس دياز ليفربول، اونرشيب بتاعته ما زالت قليله، هو اهم لاعب في رايي في فريق ليفربول دون اي منازع، اكتر لاعب حركي فيه، ممكن فينش طبعا بتاعه محتاج يتحسن شويه، ولكنه كمان بسعر 8 مليون اقل من الناس دي بشويه حلوين، صلاح او ماني، فبالنسبه لي ممكن يكون حد يعمل لك فرق كويس. الثاني جارو بوين، فرقته هو نجم الفرقه، عايز يمسك باخر امل اللعبه في الدوري الاوروبي السنه اللي جايه. برايتون فريق مش سهل ولكن دافع وستهام اعلى بكتير من دافع برايتون. العكس بقى تماما يجي ناحيه يونايتد وكريستال بالاس، مع دفاع يونايتد المهلهل جدا، واحد زي ويلفريد زاها ممكن يكون رهان، او لو هو عندك اوريدي انت جايبه في جوله الدبل دي فما تبيعوش وخليه معاك للجوله الاخيره. في اثنين مهاجمين ممكن برضو تبص عليهم بشكل مختلف يكونوا يعملوا فرق. الاول هو ايفان توني، بيلعب ليدز يونايتد في الجوله الاخيره، مع العداوه ما بين الناحيتين، مع كمان الشد والجذب اللي حصل ما بينه وما بين جمهور ليدز يونايتد على تويتر من كام يوم، فوارق جدا تشوفه بيحط حاجه او بينزل جز على سنانه جامد عشان يشوف ليدز يونايتد في الدرجه الثانيه. عندك كمان روميلو لوكاكو اللي بدا يجيب فورمه بشكل مقبول، والجوله الاخيره بيلعب واتفورد في ملعبه، هو اخر ماتشين جاب 3 اجوان، فليه لا الثلاثه دول يبقوا 4 يبقوا 5 في اخر جوله. واخر حاجه كما اعتدنا هي الدريم تيم. مين توقعات دريم تيم الاسبوع اللي جاي؟ في حراسه المرمى انا هاخد ادوارد بندي حارس مرمى تشيلسي، وهو بيلاعب واتفورد، ومعاه على طول مدافع من فريقه هو ريس جيمس، على طول وهو بيلعب واتفورد في ملعبه، مباراه اعتقد انها في المتناول يقدر تشيلسي يطلع فيها بكلين شيت. الثاني جنبه على طول هيبقى جواو كانسيلو من مانشستر سيتي. يا عم انت مش سهلنا، مش هنجيب مدافعين من السيتي ولو عندك خلي بالك وبتاع. ممكن ما يطلعش بكلين شيت، ولكنه غالبا هيلعب على مين كباك يمين قدامه، باك شمال قدامه من استون فيلا، لوكاس دين. لوكاس دين دايما بيسيب مساحات كتيره وراه، كانسيلو يقدر يخترق من الحته دي وممكن نشوفه بيعمل منها اسيست. رقم 3 هو رايان سيسينيون توتنهام، بيلعب نورويتش سيتي زي ما اتكلمنا عنه قبل كده، بيزيد يقدر يعمل لك اسيستات وكمان بياخد بونص كويس. اللاعب رقم 4 في خط الدفاع هو ترينت الكسندر ارنولد قدام ولفرهامبتون، واحد من اللعيبه الكي بلايرز جدا في ليفربول، واللي بقى له فتره بعيد عن مستواه، او يعني من الناحيه الفانتازيه عشان برضه نكون منصفين شويه، ولكن اعتقد ان ترينت الكسندر ارنولد هو اللعيبه اللي ممكن تكون بتفرق في الجوله الاخيره. نص الملعب هنلعب بخمسه في نص الملعب، نلعب بالثلاثي الناري. اولا سون هيونج مين المنافس على لقب الهداف واللي هيبقى عنده دافع التوب فور. الثاني هو محمد صلاح لو طبعا سليم، ده شيء يعني محتاجين ناكد عليه، هو بيلعب ليفرهامبتون في ملعبه وبينافس على لقب الهداف ولقب الدوري كمان. الثالث هو كيفن دي بروينا اللي بيمر بفورمه كويسه وبيتنافس مع مانشستر سيتي على لقب الدوري. طيب معاهم مين؟ هنحط اسمين. الاسم الاول هو جيمس ماديسون، ليستر سيتي بيلعب ساوثامبتون في ملعبه ختام الموسم، فالمفروض يكون يعني بشكل كويس وماديسون فورمه كويسه جدا. والتاني هو جارو بوين اللي عايز هو وفريقه يتمسكوا لاخر وقت بامل التواجد في الدوري الاوروبي الموسم الجديد. المهاجم الوحيد في الدريم تيم في رايي هيكون روميلو لوكاكو من تشيلسي قدام واتفورد هوم. طيب هنكابتن مين؟ الاختيار الاول بالنسبه لي هو سون هيونج مين من توتنهام قدام نورويتش سيتي. الاختيار الثاني لو سليم محمد صلاح قصاد ولفرهامبتون. والاختيار الثالث هو كيفن دي بروينا قدام استون فيلا في ملعب الاتحاد. لو عايز خيار مختلف فهو واحد من الاثنين لعيبه بتوع تشيلسي، يا اما روميلو لوكاكو لو انت جبته بالفري هيت واثق فيه، يا اما تريسك اكتر وتروح على حد زي ريس جيمس اللي هو بيلعب واتفورد في ستانفورد بريتش. وبس كده يا شباب، ده كده كان كل عندنا في حلقه الجوله الاخيره من البريمير ليج. موسم كان طويل قوي، والكورونا والالغاء والدبل والبلانكات وحاجات كتير قوي حصلت في الموسم ده. اتمنى يكون موسم سعيد، ونلتقي باذن الله يعني على نص 7 كده لما يفتح الموقع تاني. لو عندك اي مقترح لحاجه تضاف او شيء يتشال او حاجه محتاج تشوفها اكتر في البرنامج قول لنا عليها في الكومنتس. نتقابل قريب باذن الله. سلام.